السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد عناوين اقتصادية ننتقل وإياكم إلى تفاصيلها. ففي أفق انفتاحها على العديد من الوجهات العالمية، جسدت شركة الخطوط الجوية الكويتية هذا الانفتاح عبر مكتب جديد لها بالمغرب. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. منذ تأسيسها ظلت شركة الخطوط الجوية الكويتية وفية لزبنائها عبر العالم، اليوم انفتحت من جديد على وجهات أخرى انطلاقا من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. الشركة نظمت مؤتمرا إعلاميا على ضوء افتتاح مكتبها الجديد لتوطيد العلاقات أولا وخدمة المواطنين الكويت في الكويت وخدمة المواطنين المغاربة في الكويت لافتتاح الخط، وأيضا ليكون وجهة سياحية للعائلات الكويتية في المغرب. وكذلك من الناحية التجارية سيكون هناك يعني رحلات مبدئيا برحلتين يوميا، ويعني رحلات تكون في الجدول الشتوي لثلاث رحلات، ونتوقع تكون الى رحلات يوميه. افتتاح مكتب المغرب ستنفتح من خلاله الشركة على عدة واجهات من آسيا، إفريقيا والشرق الأوسط، كما عبر عنه مسؤول الشركة. الأخيرة غيرت من جلدها كثيرا عبر تجديد أسطولها وضخ دماء جديدة في مواردها البشرية خدمة لزبنائها بعد الانفراج الأخير، كما سيسهل مكتب المغرب العديد من الأمور على مواطني البلدين. مو تدشين خط جديد، هو إعادة فتح الخط قديم توقف من غرابة 14 سنة لظروف مرت فيها المؤسسة. اليوم بحمد الله وبعون الأخوان تم إعادة الخط من جديد، ونتمنى لهم التوفيق. وهذا الخط نعتبره سياسي أكثر ما هو اقتصادي. هو مكتب وإن كان يجسد مكانة وقوة شركة الخطوط الجوية الكويتية في الأسواق العالمية، فهو تجسيد كذلك على متانة وقوة العلاقة بين دولة الكويت والمملكة المغربية على جميع المستويات. بافتتاح مكتب لها بالعاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، تكون الخطوط الجوية الكويتية قد انفتحت من جديد على أسواق رائدة في مجال الطيران من آسيا وإفريقيا وأوروبا. لتلفزيون دولة الكويت، عبد الله الشهب، الدار البيضاء.